مرحلة ما قبل المدرسة أو الحضانة تمهيد جيد للأطفال قبل انتقالهم إلى التعليم الأساسي، والأمر لا يتوقف فقط عن تنمية مدارك الطفل الذهنية وقدراته العقلية، ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي والنفسي. كيف نتعامل مع مشاعر الأطفال قبل دخولهم الحضانة، وأيضا كيف نختار الحضانة المناسبة لأطفالنا؟ موضوع حديثنا القادم مع الأستاذة فاطمة عبد الله المنيس، مدرب معتمد للطفولة المبكرة وأيضا مديرة شركة حضانة بادز أند برومز. حياك الله معنا وشكرا على قبول هذه الدعوة. العفو، أنا أشكركم وأشكر تلفزيون الكويت ومساء الخير بالذات على الاستضافة الجميلة هذه. طبعا انتقال الطفل من البيت للحضانة راح يكون صعب للأم والطفل، وهو يعتبر أول صراع يعاني منه الطفل وكذلك الأم، فهي مرحلة انفصال الطفل عن أمه، فتلقى شوي يتعب، الأم تتعب، ومن الأساس من حاجات الأساسية عند الطفل حاجة الأمان. هذه حاجة يعني ضرورية للإنسان، يعني غير الحاجات الأساسية اللي يحتاجها الإنسان، فحاجة الأمان مهم جدا. فدور الحضانة توفر جو أسري تربوي مصغر يوفر فيه الدفء والحب والأمان، حتى يشعر الطفل بالأمان داخل هذه الحضانة ويقبل عليها، ويبدأ بعد ما يشعر بالأمان يتعلم ويستفيد ويكتسب خبرات. ولكن أول مرحلة لابد أن الحضانة توفرها الأمان والحب والجو الأسري المصغر داخل الحضانة. فتشوف الحضانة اللي يدخلها نفس البيت قعدات أرضية، ألعاب، منزل صغير داخل، حتى يشعر الطفل أنه هو انتقل من بيته إلى بيت آخر مشابه له. فهذه أول خطوة الحضانة الناجحة تسويها مع الأطفال. نعم، وأولياء الأمور شلون يواجهون هذا الموضوع؟ لابد يهيئون هذا الشيء للطفل في الأيام الأولى، لا يترك ولي الأمر الطفل لمدة طويلة 7 ساعات، هو يعني منزعج من المكان الجديد والأشخاص الجدد الموجودين. فيجب عليه أول الأيام يودي طفله 2 3 ساعات لم يتعلم على الأشخاص الموجودين، المكان يألفه، يبدأ يحبه ويحس بأمان داخل هذا المكان. إذا حس بالأمان وحس بالحب وحس بالانتماء راح يرتاح هو من نفسه، راح يبدأ يقوم من الصبح، راح تشوفه يجهز جنطته يبي يروح، راح يشوف الولي الأمر الفروق في أول الأيام، أول أسبوع لما كان يروح 2 ساعة 3 ساعات بعدين الطفل ما يبي يطلع، وفعلا يعني أول الأيام يصارخ وما يبي يدخل، بعدين مع المدة لما يتعلم. يعني أنا وايد أولياء أمور يقولوا لي إن إحنا نقول لهم إذا ما نمت باكر ما تروح، فينام بسرعة عشان الصبح يبي يقوم. سبحان الله، عكس صحيح. بالعكس. نعم. الحمد لله، يعني إنه شيء طيب وشيء إحنا نفتخر فيه إن إحنا نخليهم يتعلمون عن الأمان والحب ويتطورون معانا. نعم. أنا ودي أركز على المشاعر نوعا ما، مشاعر الأطفال خاصة اللي يروحون الحضانة، شلون التعامل معها في البداية؟ المشاعر هو جهاز انفعالي عند الطفل، ومشاعر الطفل تكون بين سعادة، حزن، استياء. دورنا احنا هني نوفر البيئة اللي تكون سعيدة للطفل، بيئة فيها حب وأمان واحتواء، فيها سعادة، فيها مرح، يحس المكان اللي رايح له راح يكون سعيد فيه، في أقران بنفس عمره يلعب معاهم، يستمتع معاهم، يكتسب منهم. فهذا دور الحضانة الإيجابية والحضانة الناجحة أن توفرها داخل الحضانة. في الأيام الأولى يمكن أسبوع أسبوعين، في طفل يمكن يومين يأخذ منه ويتعود، في طفل أسبوعين، في طفل شهر، يعتمد على تقبل الطفل للمكان أو الحضانة اللي دخلها. وهذا دورنا إحنا وكذلك أولياء الأمور، دائما نقول خففي عنا، لا تقطين أول أيام طول اليوم. أنا أدري أن الأم تكون عندها دوام ومسؤوليات، ولكن أعطي من وقتك أول أسبوع أنه يقعد 2 3 ساعات فقط. نعم. الأعمار الأطفال اللي تستقبلونها في الحضانة؟ إحنا صراحة نستقبل من 4 شهور ل6 سنوات. الأربع شهور لسنة يكون مرحلة تهيئة ورعاية، ومن عمر سنة لعمر 6 سنوات يبدأ المنهج التعليمي للأطفال. نعم، قاعد نشوف هذه اللقطات على الهواء. الله يحفظهم إن شاء الله، الله يسعدهم ويبارك فيهم ويصلحهم. آمين يا رب. أيضا أنا عندي سؤال مهم، مثل حضانتكم حضانة بادز أند بروم، شو اللي يميزها؟ صراحة احنا حبينا ان احنا قبل لا نسوي شركة حضانات ان الحضانة تكون مرتكزة على اسس علمية وثوابت، اسسنا فيها هذه الاسس العلمية حتى تكون ذات طابع علمي، يعني كأنها مدرسة مسقرة. نبدأ نعلم الطفل من الصفر من A to Z، حتى ان احنا نخرجه من عمره 6 سنوات يعني مستعد ومتهيئ حق مرحلة الابتدائي، جاهز جدا اجتماعيا، فكريا،
سلوكياً وجدانياً، فيروح المدرسة الأم يمكن أول يوم ابتدائي تلبس هدومه وتحطه عند الباب وتمشي، يعني مستعد بكل النواحي أنه واثق من نفسه، داش مو مكان جديد عليه، متعود على النظام بالضبط، مكتسب السلوكيات القيم الضوابط داخل الحضانة مثل المدرسة. طبعاً إحنا ما نبدأ من عمر صغير 4 سنة، لا، أنت درج لين يوصل 3-4 سنوات نبدأ ندخل الضوابط والسلوكيات والقيم، الأشياء اللي هو خلاص يبدأ يلتزم، يبدأ يمشي مثلاً طابور، يبدأ يستأذن قبل لا يدخل، يحط جنطته، يفرض وجوده، يتكلم، عنده الشجاعة أنه يوقف بين الطلبة، كلاس فيه تقريباً 18-20 طفل، يتكلم بأريحية، واثق من نفسه، كل هذه أشياء أسس علمية إحنا مشينا عليها بالتدرج لين وصلنا عمره 6 سنوات، إحنا نفتخر إنه يطلع منا جاهز للمدرسة. نعم، البرامج والفعاليات اللي تقدمونها للأطفال. دائما احنا عندنا خطه سنويه، الفعاليات هذه تكون مرتبطه بنوع النشاط العلمي اللي نقدمه طول السنه. النشاط العلمي اللي احنا نقدمه للاطفال بجميع النواحي، هذه الفعاليه او الايفنت اللي احنا نسويه يكون مرتبط بنوع النشاط حتى يعزز عنده المعلومات، فاي لابس لبس جديد، ثيم جديد، روح جديده للمكان، ونعزز عنده نوع النشاط العلمي اللي اكتسبه من المعلمه، هو يشعر انه جاي حفله او جاي مكان جديد، ولكن احنا نطعم الحفله هذه او الفعاليه بالنشاط العلمي. يعني خلينا نفترض ان احنا عندنا يعني سوق، يعني جانب ترفيهي يكون بالضبط، يعني عندنا سوق المزارعين، اي لابس لبس مزارع واحد يبيع ويشتري، ولكن احنا من خلال سوق المزارعين قاعد يتعرف على الخضار، الفواكه، الالوان، الاشكال، قيم ومفاهيم كثيره. الطفل ما يعني انه هو قاعد يتعلم، هو عباله انه وناسه وايفنت وثيم جديد، ولكن احنا مطعمينه من داخل الفعاليات اللي احنا نسويها. نعم، انا سابقا كنت اشوف الحضانات لما الجلسات الارضيه استغرب مرات، فالموضوع انه في معيار للموضوع. اي نعم، يعني يشعر لازم انه هو في بيته. لان الطفل من بيت لحضانه شيء صعب عليه، ومثل ما قلت حضرتك وتطرقنا للنقطه هذه ان انفصال وصراع يعني قوي بالنسبه له، يعني في اطفال يتأزمون، فاحنا لازم نحسسه ان هذا بيت ثاني، كنا مسير علينا وياي يلعب ويستمتع وما نحط له اي ضوابط. هذا السؤال كان في بالي من زمان، سبحان الله في اليوم فجاه. زين، يعني الله يجزاك خير في عمليه الاجابه عليه. ايضا ودي اعرف المهارات اللي لازم يتمتع فيها المعلم خاصه في عمليه التاثير على الطفل في هذا العمر الصغير جدا. لابد انه يكون المعلم عنده بكالوريوس تربيه، لازم يكون عنده خلفيه واكسبيرينس شلون يتعامل مع الاطفال، يكون عنده صبر، شغف لتعليم الاطفال، يراعي الفروق الفرديه بين الاطفال، اذا ما عنده صبر انه يحتويهم ما يقدر يعلمهم، لازم عنده صبر شلون يستمتع معهم داخل الصف، يخلق فعلا بيئه تربويه امنه داخل الفصل. يعني ما يكون واجب في العمليه فقط. لا ابدا، يقعد معاهم، يراعي هذا، يعني هذا الطفل مثلا عصبي، هذا يجون من بيئات مختلفة وأطباع مختلفة، فلازم المعلم يكون واعي شلون يتعامل مع كل حالة تدخل مع الأطفال. هم هذا بالنشاط الصباحي، فمستمتعين من الساعة 8 يقنون النشيد الوطني ويلعبون يستمتعون، هذه حصة السانسر اللي فيها لمس ولعب، فلازم يكون المعلم واعي بكل فروق الفردية ومستعد انه عنده سعة صدر انه يحتوي كل الأطفال. ما شاء الله تبارك الله. الحضانة الناجحة أستاذة فاطمة يعني هي اللي يكتسب فيها الطفل نقاط القوة لتقوية هذه المهارات الجديدة يعني عليه وشخصيته، ودي أتكلم عن هذه النقطة بالتحديد واكتشافها. الحضانة الناجحة لابد تقدم خطط واضحة لولي الأمر، ولازم جدول أعمال ولي الأمر يكون تواصل بيننا وبينه، ينزل لك كل أسبوع أو أسبوعين خطة واضحة شنو راح يصير هذا الأسبوع. لازم ولي الأمر يكون في تواصل مع الحضانة حتى يعي ولي الأمر شنو الأشياء اللي قاعد يتعلمها خلال هذا الأسبوع. الحمد لله وربي لك الحمد وبإشادة أولياء الأمور، وايد أمهات خلال الأسابيع الأولى تشوف طفلها بدأ يتكلم، يجيب مفاهيم جديدة، وتكون سعيدة لأن هي قاعدة تقرأ الخطة قدامها نازلة
احنا عندنا ابلكيشن تواصل بيننا اولياء امور في تواصل. نعم اي نعم اكيد لازم ينزل كل اسبوع اسبوعين خطه وجدول اعمال شنو راح يكون الاسبوع القادم. فلما تدخل تشوف الخطه تكتشف ان ولدها فعلا قاعد يتعلم من خلال هذه الخطه واكتسب الدرس اللي هو نزل عندها بالابلكيشن. خطط واضحه، برامج واضحه، كذلك الحضانه الناجحه لابد ان توفر جميع المعايير اللي تناسب جميع شغف الاطفال. يعني كل طفل مختلف، في طفل يحب الهندسه، في طفل يحب الرياضيات، الميول بالضبط. الطفل يحب يكون شرطي فتلقاه من صغرته يتجه سيده يركب او يلعب بالارقام. في طفله تحب الطبخ، يعني سبحان الله من الله فدش تبدا تطبخ. فكل واحد يحقق ميوله، وفعلا تلقاهم لما يكبرون يحققون الشيء اللي هم وهم صغار سووه. رساله حبه توجهينها للمربين والمعلمين بمناسبه يوم المعلم؟ يعني كلمة شكر ما توفي المعلم، شكرا شكرا بحجم السماء. المعلم هو أساس قادة المجتمع، هو أساس المجتمع صراحة. الأطفال الصغار اللي إحنا نبنيهم، دائما يقول لك تأسيس طفل أسهل من إصلاح رجل. صحيح. فالمعلم هو الأساس اللي يبني البذرات العلم لدى الأطفال. فنشكرهم وشكر لا توفيهم حقهم. شكر دائما لله سبحانه تعالى. شكرا لكم على تواجدكم معنا في عالم. حياك الله. شكرا. كل الشكر وتقدير السادة فاطمة عبد الله المنيس، مدرب معتمد للطفولة المبكرة، مديرة شركة حضانة بادز أند بلوم، ونتواصل معكم من خلال هذا البرنامج.